انطلقت في بلدية أبو سليم المرحلة الثانية من مشروع تحوير طريق المطار الذي يهدف إلى حل الاختناق المروري بالإشارة الضوئية. المرحلة الثانية من المشروع شملت تسوية ودمك وتهيئة الأرض لوضع طبقة الأساس الحبيبي تحت إشراف المجلس البلدي أبو سليم وبالتعاون مع مكتب المشروعات بالبلدية. تتواصل في بلدية طرابلس المركز الحملات التفتيشية التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي على عدد من المحلات التجارية والمخابز بالبلدية. ضبط خلال الجولة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسجلت العديد من المخالفات الصحية داخل عدد من المخابز. هذا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. أقيم في بلدية غدامس معرض للحياكة والتطريز والمشغولات اليدوية. المعرض حسب المشرفين عليه تضمن عروضا للزي الشعبي للرجال والنساء ومعرضا للمأكولات الشعبية القديمة بالإضافة إلى معرض للأشغال اليدوية تحت إشراف جمعية الصداقة الليبية التونسية. أقيم في بلدية بنغازي برنامج توعوي حول سرطان الثدي. البرنامج تضمن العديد من المحاضرات التوعوية حول أعراض مرض سرطان الثدي ومضاعفاته وأسبابه ومراحل المرض وأهمية الكشف المبكر عنه.